يتواصل إقبال المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا ضمن الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس وأعلنت وزارة الصحة مساء أمس الثلاثاء عبر حسابها الرسمي على تويتر أن مجموعة عدد من تلقوا التطعيم قد بلغ 143596 شخصاً وفيما يتعلق بعدد متلقي التطعيم لذات اليوم أشار الإحصاء الرسمي للفريق الوطني أنه قد بلغ 765 حالة تطعيم